المؤلف الذي نحن بصدد الاحتفاء به اليوم بدارة المنى وزان، موسوم ب في رحاب وزان رجال عرفتهم عن قرب. هذا الكتاب هو في الحقيقة يمكن أن نسميه رواية تاريخية، يمكن أن نسميه سيرة فكرية لأعلام من وزان، يمكن أن نسميه بحث حول خصوصيات المدينة تاريخيا اجتماعيا ثقافيا. والغاية من طريقة الحل هي تذكير الأجيال الحالية أو الجيل الحالي بما كانت تتميز به هذه المدينة على المستوى الروحي، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، والأدوار الروحية التي لعبتها دارة المنى. أنا سعيد جدا أن يحتفى بهذا الكتاب، حيث هي مناسبة للقاء بمجموعة من الأصدقاء من الجيل السابق ويلتقي بهذا الجيل الحالي. الفكرة في البداية كانت عبارة عن مذكرات أو عن يوميات نشرت بالفضاء الأزرق، وتقادفتها أمواج هذا الفضاء الأزرق لتتحول بطلب من مجموعة من القراء المتابعين إلى كتاب مطبوع. واليوم كنحضروا حفل التوقيع بالمركز الثقافي بوزان، هذه المعلمة الثقافية الجديدة بوزان التي انتظرناها طويلا. هي فرصة للقاء بوجوه كريمة من الجيل السابق ومن الأجيال الحالية والتي توزعت عبر المدن المغربية. هذه الفرصة للقاء، وبالتالي هذه الفرصة قد تعد فرصة تاريخية، لأن عادة ما كان العمل الثقافي والعمل الجمعوي الذي يجمعنا، وهذه الفرصة ديال التوقيع من طبيعة الحال ستكون صفحة جديدة بحول الله في تاريخ المدينة ثقافيا واجتماعيا وتنمويا. يأتي هذا اللقاء في إطار العيد الفطر المبارك، وبالمناسبة ستكون لمة وزانية من أجل فتح نقاش مع يعني الأطر الوزانية وكفاءات الوزانية من أجل تنمية شاملة في المدينة إن شاء الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.